اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من برنامج اجنده مفتوحه. هذه الحلقه تاتيكم من بغداد من العاصمه العراقيه، وتاتي في اطار التغطيه البي بي سي للانسحاب الامريكي من العراق. في الجزء الاول من هذه الحلقه سنتساءل حول جهوزيه الجيش والقوات الامنيه مع ضيوفنا ومصير الشراكه الوطنيه والدعوات لتحول المحافظات الى اقاليم. اما في الجزء الثاني سنتحدث عن النفوذ الايراني، هل هو في انحسار ام في توسع بعد الانسحاب الامريكي، العلاقه بين واشنطن وبغداد والكثير من الاسئله. في البدايه ارحب بضيوفي هنا في الاستوديو، السيد قاسم الاعرجي عن التحالف الوطني، السيد حسين درويش العادلي محلل سياسي، كما ارحب بضيفي شوان محمد طه عضو لجنه الامن والدفاع في مجلس النواب. قبل ان نبدا بهذه الحلقه سنتوقف مع اراء بعض المشاهدين العراقيين حول الانسحاب الامريكي. نعم، نؤيد خروج القوات الامريكيه من العراق. القوات الامريكيه هواتك بتخطاب حق العراقيين، اولا عدم حمايه الحدود العراقيه، عدم تجنيد وتسليح الجيش العراقي، وثانيا زرع الطائفيه. يعني القوات الامريكيه ساعدت بامر مباشر بهاي السالفه. بالنسبه لانسحاب القوات الامريكيه من العراق انا اشوفها مو جاهزيه، يعني لحد الان وضعيه البلد مو صالحه. ما طول اني اطلع بالشوارع واشوف سيطرات موجوده وجيش منتشر بانحاء المدينه تثبت بان الامان مو موجود بالبلد. فش وقت ما اقوم اطب بالثنتين وبالثلاثه بالليل وما حد يحاسبني، اطب البيت واطلع العملي وما حد يحاسبني بدون اعتقالات وبدون مداهمات، اقول هذا البلد امين. انا من حقي اول واحد من الشعب العراقي اطالب بخروج الامريكان. ان شاء الله البلد للاحسن، اكو واحد يكره نفسه يقود نفسه، بلد يستقر، رئيس وزراء عراقي، حكومه عراقيه، البلد للاحسن، امور ان شاء الله، الخدمات هاي، الفلوس مال البلد تستقر. تحتاج القوات العراقيه الى تسليح وتجهيز، وتحتاج الى مناشئ سلاح معتمده موثوق بها، وتحتاج الى فكر وطني بحيث انه المسؤول الذي يذهب للتفاوض مع مناشئ الاسلحه يفترض ان يكون على قدر من المسؤوليه وعلى قدر من المهنيه العاليه وعلى قدر من الوطنيه، بحيث يكون امين وصاحب رؤيه استراتيجيه بحيث انه يستطيع ان يامن السلاح اللازم للجيش العراقي في هذه المرحله. اذا احنا نتحد كل شيء ما يصير، ما نحتاج اي امريكا، ما نحتاج اي دوله يحمينا، احنا عراقيين نبقى عراقيين. اذا سيد شوان، استمعنا الى مجموعه من اراء العراقيين. رئيس الوزراء العراقي يقول بان الوضع في العراق سيكون افضل بعد الانسحاب الامريكي. الكتله الكرديه كانت تطالب بتاجيل هذا الانسحاب. ما هي المخاطر المحدقه بالعراق بعد هذا الانسحاب؟ نعم، مساء الخير سيدتي. كان لائتلاف الكتل الكردستاني كان رأينا واضح منذ بداية العملية السياسية، وأيضا كان رأينا واضح في موضوع الانسحاب القوات الأمريكية. كنا نقول انسحاب القوات الأمريكية مرهونة بجاهزية وعدم جاهزية، ولكن أيضا أعطينا خيار الأخرى، قلنا نحن نتفق مع الإجماع السياسي. تم إجماع السياسي بين كافة الكتل السياسية لعدم تمديد اتفاقية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. نحن مع إجماع السياسي، نحن في اليوم نتحدث عن مرحلة ما بعد الانسحاب. الخطاب السياسي في وقت الراهن في العراق موحد بين كافة الكتل السياسية. أما إذا تحدثنا عن جاهزية أو عدم جاهزية القوات العراقية، هذا حديث آخر. ولكن اليوم عراق كما تعرفون زيارة دولة رئيس وزراء، هذه زيارة ثالثة لأمريكا. أول زيارة كان في 2006، وزيارة ثانية كان في 2009، وهذه زيارة تنطلق من منطلق مرحلة ما بعد الانسحاب. يعني عراق يتعامل مع الأمريكا باعتبارها دولة ذو سيادة كاملة. لذلك نحن بحاجة ماسة إلى إعادة النظر بالمنظومة الدفاعية العراقية، تحديدا في المجال الجوي. نحن في العراق لدينا جملة أمام جملة من التحديات. نعم، تفضل سيد شوان، ما هي هذه التحديات؟ نحن في العراق كما أشرنا أمام جملة من التحديات. التحديات الأول، نحن لدينا مشكلة الأمن الأقليمي، وأيضا لدينا مشاكل الأمن الداخلي، وأيضا في العراق نحن أمام المشاكل الاقتصادية، يعني الإعمار البلد، إعادة البنى التحتية العراقية، وأيضا هنالك ظاهرة الفساد والبطالة في العراق. يعني لذلك على الحكومة العراقية أن يبحث
عن علاقاته على المستقبل، علاقاته الثنائية بين البلدان متقدمة تقنيا. كما تعرفون آخر خطاب للرئيس دولة الرئيس الوزراء مع رئيس أوباما حول اتفاقية الإطار الاستراتيجي لإعادة هيكلية المنظومة الدفاعية العراقية وأيضا البنى التحتية العراقية. نعم. طيب سيد قاسم الأعرجي، هل أنت متفائل؟ هل تنظر إلى المرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي بتفاؤل أم أن هنالك مخاطر لابد من تجاوزها؟ البعض يرى بأن هذا الانسحاب غير مسؤول اليوم من العراق. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم والضيوف الكرام. حقيقة أنا متفائل لمرحلة ما بعد الانسحاب القوات الأمريكية من العراق مع وجود بعض المشاكل والتحديات، ولكن لا بد للعراقيين أن يقفوا على قدميهم ويستلموا المسؤولية وأن يكونوا قادرين على استلام زمام الأمور في البلد، الأمنية والاقتصادية والثقافية وفي جميع المجالات. وعلينا بناء علاقات حسن جوار مع دول المنطقة وتبادل الثقة وعدم تدخل في الشؤون الداخلية العراقية أو لدول الجوار، وكذلك إقامة علاقات طيبة مع بقية دول العالم. ونحتاج إلى دبلوماسية عالية متوازنة بعيدة عن التوترات والتصعيد، وأنا أعتقد أن العراق قادر على مرحلة ما بعد انسحاب الأمريكان. سيد حسين درويش العادي، إذن هل العراق فعلا قادر على مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي؟ يعني أنا صراحة أحب أتكلم شوية بشيء من الصراحة المشوبة بالأسف. سيدتي، مشروع الدولة العراقية ككل في العراق في مهب الريح. السبب الرئيس منذ 2003، منذ الخلاص من الدكتاتورية وإلى اليوم، العملية السياسية تعاني من مصدر ذاتية. يعني يجب 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 أن نقول بصراحة أن المشكل في الأساس هو مشكل عراقي. هناك انقسام مجتمعي حاد، هناك انقسام سياسي حاد، هناك جبهات عرق طائفية تحكم البلد. إلى هذه اللحظة لم نستطع أن نتخلص كعراقيين، كأمة عراقية، من الانقسام الداخلي. القصة ليست في الوجود الأمريكي بقاء أو ذهابه. لو أتت قوات الكون لا تستطيع الحفاظ على روح وحدة روح وطنية موحدة لهذه الأمة، إذا لم تستطع هذه الأمة، أقصد الأمة العراقية، أن تعيد إنتاج نفسها على أساس من مبادئ قادرة على إنتاج أمة مواطنة ديمقراطية حقيقية تعايش إلى آخره، لا نستطيع أن نتكلم. لكن البعض يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما جاءت إلى العراق وعدت بالديمقراطية، واليوم تذهب من العراق قبل أن تحقق هذه الديمقراطية، وفي ظل يعني احتمالات بوجود فراغ أمني لا يعلم من سيقوم بتعبئة هذا الفراغ. الملف الأمني ملف سياسي، يجب أن نعترف بذلك. الملف الأمني ملف سياسي بامتياز، هو ملف قوى سياسية عراقية تتلاعب به للحصول على مكاسب سياسية، هو ملف إقليمي أيضا. الملف الأمني ملف سياسي عراقي ضمن أجندة سياسية عراقية وأيضا أجندة إقليمية. القصة كلها تكمن في بنية هذه الدولة التي اشترك فيها الأمريكي مع العراقي أي الدوائر السياسية في إنتاج هكذا نموذج. أنا صراحة أرى أن هذه اللحظة هي لحظة مصير. ذهاب الأمريكا من العراق يجب أن نقرأه سياسيا، هو 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 تحول الدور الأمريكي من راعي رسمي إلى العملية السياسية وإلى هذا النموذج من الدولة، إلى قوة استراتيجية لاعبة حال باقي القوى الاستراتيجية الإيرانية والسعودية والتركية. سنعود إلى هذه النقطة في الجزء الثاني من هذا البرنامج. سيد شوان، ذكرت في البداية أن هنالك مجموعة من التحديات، أنت عضو في لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، يعني ما هي السيناريوهات لمواجهة هذه التحديات والانسحاب الأمريكي بات أمرا واقعا في العراق؟ نعم سيدتي، موضوع الأمن في العراق موضوع شائق ومعقد للغاية. كما أشرت هنالك تهديد، هنالك تهديدات من قبل بعض الدول الجوار على سيادة الدولة العراقية، بالتالي أمن الإقليمي سيؤثر سلبيا على الأمن الداخلي. وإذا تحدثنا على هذا الموضوع، لكون نحن لدينا مشكلة المياه مع تركيا، لدينا مشكلة القصف المدفعي من قبل تركيا والإيران على الحدود العراقية، وهذا انتهاك صارم بحق سيادة الدولة العراقية. أيضا لدينا مشاكل مع دولة الكويت. كما تعرفين الإقليمية سيد شوان، فلنتحدث عن مشكلة التدريب، جهوزية الجيش. هل ترى بأن كيف سيتم تجاوز أزمة التدريب في العراق، لا سيما أن هنالك مدربون كانوا يعملون في العراق يقولون بأن الانسحاب الأمريكي سيخلق فجوة في التدريب؟ نعم سيدتي، خلينا نكون دقيقين. إذا تحدثنا عن معالجة للأمن الأقليمي، نحن أمام الحكومة العراقية خيارين،
خيار الأول لجوء إلى تسليح منظومة الدفاعية العراقية، تحديدا منظومة جوية، وهذا أمر غير ممكن لكون هذا لإعادة النظر في هذه المنظومة يحتاج إلى وقت بعيد المدى، يعني يحتاج وقت كثير. والخيار الثاني لجوء إلى اتفاقيات جديدة مع الدول المتقدمة تقنيا لحماية الأجواء العراق، ويبقى خيار الأول مفتوحا، هذا على صعيد الأمن الأقليمي. أما بأمن الأمن الداخلي سيدتي، أمن الداخلي في العراق شائك للغاية. أنا أثني على حديث أخ حسين درويش لكون الوضع السياسي أثر سلبيا على واقع الأمني، عدم استقرار السياسي في العراق أثر سلبيا على استتباب الأمن في العراق، وعلى حكومة العراقية تغيير استراتيجيته للاستتباب الأمن، لكون رؤية الحكومة العراقية للاستتباب من الأمن الداخلي رؤية خاطئة جدا. نحن في العراق ركزنا على إنزال القوات في المدن، اعتمدنا على اعتقالات والسجون، ولكن هذا أمر غير مجدي. يعني سيدتي، يعني استقرار الأمن الداخلي تتعذر تحقيقه دون قضاء على ظاهرة الفساد والبطالة والفقر. على حكومة العراقية ينظر نظرة تنموية للاستتباب الأمن، آملين من وفد العراقي لما يرجع للأمريكا ينظر إلى هذه المسألة، لكون يقولون نحن لدينا رؤية تنموية للاستتباب الأمن في العراق. يعني أمن لا تقاس، لا يقاس بالقوة، أمن يقاس بالقدرة. على الحكومة العراقية أن ينظر إلى هذه المسألة نظرة تنموية شمولية، لكون نحن جربنا أساليب مرعبة حقيقة في العراق ولكن دون جدوى، وعلينا وعلى الحكومة العراقية تغيير استراتيجية أمن الداخلي. طيب سيد قاسم الأعرجي، يعني هنالك إجماع بين السيد شوان محمد طه والسيد حسين درويش العادلي بأن الأمن يحتاج إلى غطاء سياسي، هل الأمور مرشحة، الخلافات بين الكتل السياسية المختلفة في العراق مرشحة للانفجار أكثر بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية؟ جميعا نتفق على أن الاستقرار السياسي كفيل باستقرار الوضع الأمني، وهنالك ارتباط وثيق بين الوضع السياسي والوضع الأمني، وكل المشاكل الأمنية التي حصلت بسبب الخلافات السياسية نحن بحاجة إلى توافق سياسي بين جميع الكتل السياسية الموجودة حاليا في الحكومة وفي مجلس النواب، وبالتالي نستطيع أن نحافظ على ما بأيدينا من أمن ونتقدم في موضوع المنظومة الأمنية. إذا استمرت الخلافات السياسية بالتأكيد سوف تؤثر سلبا على الوضع الأمني. هذا كلام جميل، ولكن في الواقع هو غير موجود، هنالك خلافات بين الكتل السياسية، هنالك انتقادات توجه لرئيس الحكومة المالكي، انتقادات شديدة وجدل. يعني هل ترى بأن المرحلة المقبلة بعد الانسحاب الأمريكي أمور مرشحة للتصاعد أم على العكس وفقا للمعطيات الموجودة على الأرض؟ السبب الحقيقي للخلافات هي أزمة الثقة الموجودة بين الكتل السياسية، ولكن نحن في التحالف الوطني نعمل على تهدئة الأوضاع والاستقرار السياسي من خلال عدة لقاءات سوف تحصل في منزل رئيس الجمهورية وبعض الكتل السياسية، ولكن نرفض أن يتحول الخلاف الوطني إلى خلاف شخصي ما بين السيد علاوي والسيد المالكي. هنالك خلاف اختلاف في البرامج الموجودة. هل المؤتمر الوطني العام الذي يتم التحضير له من قبل رئاسة الجمهورية أم؟ نعم بالتأكيد. إلى أين وصلتم في هذا الإطار؟ هنالك تجاوب من جميع الأطراف، ولكن نحن نعتقد في التحالف الوطني أن السيد علاوي لم يصل إلى مرحلة التوافق الوطني الكامل كشخص. السيد علاوي ما زال يتقاطع معنا في كثير من القضايا، يحاول يقوض العملية السياسية، يحاول إضعاف الحكومة الحالية، وكذلك على الحكومة الاتحادية التي نحن ندعم هذه الحكومة أن تتفهم الآخرين وتقبل الصوت المعارض وتقبل برأي الآخر لكي نتمكن وأن يكون الجميع شريك في صناعة القرار في العراق، لكي لا يشعر طرف أنه مهمش أو مقصى في العملية السياسية. طيب حسين درويش العدلي، سيد حسين، يعني اليوم هنالك من يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تلعب دور صمام الأمان، كانت تحاول أن توفق بين الكتل السياسية عندما تصل الخلافات إلى حد لا يمكن التوقف عنده. من سيلعب هذا الدور بعد خروج الأمريكيين، وهل الأمور مرشحة للتصاعد؟ لذلك أنا سميتها لحظة مصير، هي لحظة مواجهة الفرقاء العراقيين لمصيرهم، لمصير الدولة، لمشروع العملية السياسية ككل. كان الدور الأمريكي إلى نهاية 2011 هو دور ضامن، موازن، ضاغط، مغري لبعض الأطراف. احنا عايشين بالعراق من 2003 إلى الآن، رأينا كيف أن الأمريكان دخلوا على الخط آلاف المرات
لكسب هذا الفريق ولدعم هذا الفريق ولتقريب هذا ولإغراء ذاك ولتخويف ذاك. هذا العامل عنده. أنا في تصوري هي لحظة حقيقية في 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 مواجهة مصير مشروع الدولة. إلى هاي اللحظة لم يثبت للأسف الشديد، نتكلم عن الظاهرة ولا أعمم، إلى الآن لم تثبت النخبة، نخبة الدولة أو نخب الدولة أو ما يسمى بالكتلة التاريخية الواقعية الموجودة الآن، لم تثبت أنها قادرة على إدارة الخلاف، لم تثبت على أنها قادرة على دفع مشروع الدولة إلى الأمام. يا سيدتي، كل الذي حدث هو ترحيل للمشكلات، ليس هنالك حل جوهري لأزمة حقيقية في العراق. ما دامت الحياة السياسية في العراق معطلة بفعل الفيتو المسلحة به المكونات، وما زال هنالك مطبخ للتوافق يحكم البلد وهو أعلى إرادة من الدستور. على فكرة الطاولة المستديرة أو المؤتمر الوطني لزعماء السياسيين ماذا يقدم ويؤخر؟ يا سيدي، إذا عندك الدستور ما قادر يحل الخلاف، والحكومة الوحدة الوطنية ما قادر تحل الخلاف، هل يمكن بميثاق أو باجتماع أو بطاولة حل الخلاف؟ الخلاف جذري هناك. إلى الآن الحياة السياسية في العراق منقسمة، والانقسام للأسف الشديد شل بنى الدولة وشل العملية السياسية. سيد قاسم، حقيقة اللقاءات مهمة ولكن تفتقد إلى المصارحة. نحن لسنا بحاجة إلى مصالحة، لا توجد مشكلة بين الأطراف، ولكن نفتقد إلى المصارحة الحقيقية لكي نعرض كل المشاكل ومن ثم نجد الحلول المناسبة. لكن الأطراف ما زالت تشكك ببعضها، ما زالت الأطراف تقول هذا يريد أن يقضي على العملية السياسية، والطرف الآخر يقول أنا مهمش ومقصى. والحقيقة لا يوجد تهميش أو إقصاء، الكل مشارك في الحكومة والكل في مجلس الوزراء. والملاحظ والغريب أن الجميع في مجلس الوزراء منسجم، والجميع مختلف في مجلس النواب، والكتل السياسية مختلفة ولكنهم منسجمون في مجلس الوزراء. طيب سيد شوان محمد طه، هل المشاركة هي مشاركة حقيقية أم مشاركة اسمية، بمعنى أن الكتل السياسية تشارك بالحكومة ولكنها لا تشارك في صناعة القرار في العراق، وهذا ما يهدد الوضع في العراق بعد الانسحاب الأمريكي؟ نعم، نحن من حيث الشكليات كنا شركاء في هذه الحكومة، ولكن إذا نكون صريحين مع البعض، لا، ليس هنالك غبن من قبل بعض الكتل السياسية، هنالك تفرغ في سلطة من قبل دولة القانون، تحديدا لا أقول تحالف وطني بصورة عامة، هنالك تفاوض بين كتل السياسية لحد الآن، وأيضا خلافات موجودة بين كتل السياسية لحد هذه اللحظة، هنالك مساهي ومحاولات إيجابية لتلاشي خلافات. ولكن سيد شوان، يعني هنالك اتهامات مباشرة للسيد المالكي بالتفرد بالسلطة وباتخاذ القرارات دون الرجوع إلى غيره من الشركاء، يعني وهذا اتهام مباشر له. سيدتي، كما تعرفين نحن نتحدث عن مجلس الوزراء وليس فقط دولة، باعتبار أستاذ دكتور نوري مالكي كشخص دكتور مالكي. نحن في لجنة التفاوض بين ائتلاف الكتل الكردستانية مع باقي الكتل السياسية تحدثنا عن هذا الموضوع بكل صراحة. هنالك نظام داخلي لمجلس الوزراء يحدد الصلاحيات مجلس الوزراء يعني بصورة عامة، وأيضا لدينا مشكلة التوافق. طيب، على سبيل المثال، بين الكتل السياسية، يقال يقال بأن السيد نوري المالكي هو القائد العام للقوات المسلحة، بينما القائد الأعلى للقوات المسلحة هو رئيس الجمهورية السيد جلال طالباني، ويقال بأن السيد جلال طالباني لا يستشار فيما يتعلق بالملف الأمني لا من قريب ولا من بعيد. لا، هذا امر، لا سيدتي، بالعكس، يعني قائد العام للقوات المسلحه هو رئيس الوزراء في العراقي، هذا متفق عليه ودستوريا، هذا نحن منتهين من هذه المساله. ولكن قياده العام للقوات المسلحه يجب ان يكون لديها هيكليه، نحن لدينا وزاره الدفاع، وزاره الدفاع بها مؤسسات كثيره، نحن نتحدث على التوازن المكونات ابناء الشعب العراقي في وزاره الدفاع تحديدا، يعني توازن في كافه الوزارات نحن نحتاجها. موضوع التوازن احدى نقاط الخلاف لحد الان بين الكتل السياسيه، ليس فقط بين اقليم كردستان، يعني ائتلاف كتل كردستانيه مع الحكومه الاتحاديه، وايضا قائمه العراقيين يطالبون بنفس الشيء، يعني لحد الان هنالك مشاكل عالقه بين الكتل السياسيه. يا سيدتي، في ظل التوترات السياسيه غير ممكن حكومه العراقيه ان يتسنى لوضع لنهوض بالواقع الخدمي والمعيشي للحياه الانسان. يجب علينا، اني استغرب مع احتراماتي للزميلي والاخي قاسم العرجي لما يقول مصالح الوطنيه، مصالح الوطنيه من مع المن؟ نحن لدينا
لدينا مشكلة عدم تقبل الآخر، يجب على العراقيين تقبل الآخرين في العمل السياسي في العراق. مشكلة عدم تقبل الآخرين هذا مشكلة يعني ثقافية سياسية اجتماعية كبيرة. طيب تفضل. أنا لم أقل المصالحة، أقول نحن بحاجة إلى مصالحة بين جميع الكتل، وأنا لا أتفق مع من يقول هنالك تفاوت لسيد المالكي في إدارة الحكم. الجميع الآن موجود في مجلس الوزراء والكل يشارك إلا في موضوع الأمن، وموضوع الأمن لا يتجزأ، ولا نريد أن يكون للأمن هنالك تدخل من أحزاب الكتل بقدر ما يكون هنالك شراكة حقيقية في إدارة كل الملفات. وأيضا لا نتحمل موضوع عدم تسمية الوزراء الأمنية، بل القائمة العراقية تتحمل عدم تسمية. هنا سؤالي سيد قاسم، يعني الآن بعد عام تقريبا على تشكيل الحكومة وعلى أبواب الانسحاب الأمريكي من العراق، تبقى وزارة الدفاع والداخلية شاغرتين، وهما من الوزارات الأساسية لإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة، مرحلة ما بعد الانسحاب. كيف تفسر ذلك؟ بالتأكيد الملف الأمني الملف الأول في العراق، ومنذ البداية طلبنا بتقديم مرشحين لحسم هذه الوزارات ولشغل هذه الحقائب المهمة. قدمت لنا القائمة العراقية 5 أسماء مرشحين، تم عرض هذا الموضوع في التحالف الوطني، وتم اختيار أحد المرشحين وهو الأخ خالد متبع العبيدي، وتم إبلاغ القائمة العراقية وإبلاغ التحالف الكردستاني، والجميع اتفق على ترشيح اللواء خالد متعب العبيدي لشغل حقيبة الدفاع، وأيضا كان مرشح إبراهيم اللامي لحقيبة الداخلية. ولكن فوجئنا أن العراقية القائمة العراقية هي التي سحبت الترشيح ولم تقدم لنا أي أسماء جديدة يمكن القبول بها. طارق الهاشمي النائب رئيس الجمهورية يقول إذا كانت العراقية هي مسؤولة عن وزارة الدفاع، ماذا عن وزارة الداخلية؟ لماذا لا يتم تسمية وزير لوزارة الداخلية؟ لدينا أسماء 2 مرشحين إلى وزارة الدفاع والداخلية في مجلس النواب، ولكن هيئة رئاسة البرلمان لم تعرض المرشحين إلى أعضاء مجلس النواب للتصويت. هيئة رئاسة البرلمان هي التي تتحمل عدم طرح أسماء التي طرحها السيد المالكي أحد المرشحين للداخلية وأحد الأشخاص للدفاع. ولكن التحالف الوطني حسب أمره لدينا 2 من المرشحين الأقوياء الذين يستطيعون تحمل المسؤولية. ولكن ماذا نفعل إذا ذهبنا بمرشحنا إلى مجلس النواب؟ سوف لا يصوت عليه باعتبار لابد أن يكون بسلة واحدة مع وزارة الدفاع، وممكن أن يخرج الأطراف الآخرين من قاعة مجلس النواب وينفقد النصاب، وبالتالي لا نستطيع حسم هذا الملف. سيد حسين درويش، أريد أن أخرج قليلا عن ما يتعلق بالشراكة الوطنية، أريد أن أتحدث عن عقيدة الجيش، عن عقيدة القوات الأمنية. هل ترى بأن اليوم الولاء في العراق للوطن للعراق أم للطائفة؟ أنا صراحة يعني أرى بأن الأمن والأمني رجل الأمن والوضع الأمني أصبح ضحية للسياسة. القوات الأمنية دفعت ضرائب هائلة من الدم. قواتنا الأمنية قوات يعني يجب أن ينحني الإنسان أمامها. لكن لدي ملاحظة، يعني عندما دخلنا إلى المنطقة الخضراء رأينا شعارات دينية على آليات الجيش على مداخل المنطقة الخضراء، يعني أليس من الواقعي ومن المفروض في دولة مثل العراق أن يرفع العلم العراقي وليس شعارات طائفية ودينية؟ بس اسمحي لي أكمل الفكرة. أن الأمني هو ضحية للسياسي، مثل ما هو الملف الأمني هو ملف سياسي، فأن رجل الأمن أصبح ضحية للسياسي. يعني أرجع وأكد على الفكرة الكبرى أن الدولة قعدت على مفهوم المكون يا سيدتي، أشبه من النموذج اللبناني. لذلك مؤسسات الدولة إلى الآن يعني ما يسمى الآن بالشراكة، يعني تفضلتي أنت والأستاذ قاسم والآخرين يتكلمون حول مفهوم الشراكة. ما هو مفهوم الشراكة؟ هو انقسام السلطة. يعني لن ترضى عنك أي قوة سياسية تمثل هذا المكون أو ذاك إلا أن تشاركك في السلطة، وهذا يؤدي بالنتيجة إلى انقسام سلطة مو تقاسم سلطة. الديمقراطية تؤدي إلى تقاسم سلطة، المطلوب هنا انقسام في السلطة على أساس من كون شيعي سني كردي. سنتوقف مع فاصل إعلاني قصير ونعود لمتابعة أجندة مفتوحة. بيبسي إكسترا مكان رائع، يعني أكثر مكان ربما يتيح لي أن أتواصل مع الناس، أن أصل للناس بسرعة وأن يصل الناس إلي بسرعة. فرصتكم اليومية للتعبير عن همومكم هو تواصل حر بيننا وبين المستمعين.
برنامج بي بي سي اكسترا نقدم فيه قضايا جريئه وجديده ومختلفه. مجله اذاعيه شبابيه حيويه ومتنوعه لكم مستمعينا من مختلف الاعمار. تواصلوا معكم عبر كل الوسائل التفاعليه. من جديد مشاهدينا الكرام أرحب بضيوفي من جديد وأتوجه إلى السيد شوان محمد طه. سيد شوان، هنالك من يرى بأن الانسحاب الأمريكي سيؤدي إلى زيادة النفوذ الإيراني وأن إيران هي من سيملأ الفراغ التي ستتركه الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم أين يقف العراق من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟ مقدما انا استبعد هذه الفكره نهائيا، لكون اذا لاحظت خطاب الدوله رئيس الوزراء في الامريكا امام مع رئيس اوباما اشاروا الى هذه المساله بكل وضوح، قالوا يعني ليس للايران اي ذريعه حتى يدخل في الشؤون العراقيه، نحن لدينا سياده كامله في وقت الراهن، نحن لدينا سياده دوله كامله، هذا المساله نحن لدينا علاقه تاريخيه مع دوله الايران، ليس هنالك خشيه من تدخل الايراني للاراضي العراقيه او لسياده الدوله العراقيه بصوره قطعيه، نحن لكون طالما هنالك مشتركات وطنيه بين الكتل السياسيه بكل التاكيد سيكون سياده الدوله العراقيه محفوظه، وايضا لدينا علاقه جيده مع الايران، وبامكان الحكومه العراقيه ان يقوم بتنميه علاقاته وتسويه بعض الخلافات متبقيه او موروثه الا من النظام السابق مع الايران، ليس هنالك اي شيء من هذا القبيل. سيد قاسم أرجح، سيكون هنالك توازن بعلاقات العراق مع الاشقاء العرب ومع ايران والولايات المتحده الامريكيه. بالتاكيد من مصلحه العراق والحكومه العراقيه وان تكون لديه علاقات متوازنه مع جميع الاطراف، بالتاكيد لا يستطيع العراق ان ينسلخ عن محيطه العربي والاسلامي، لابد ان تكون لدينا علاقات تتسم بالثقه وحسن الجوار مع تركيا وسوريا والاردن. طيب هذا التمني ماذا على ارض الواقع؟ هنالك نرى عدم تجاوب عربي مع العراق، نحن نعتمد على الدول العربيه، نعتمد على المملكه العربيه السعوديه، نعتمد على كثير من هذه الدول التي لم تستطيع هضم مرحله عراق ما بعد صدام حسين. ولكن على سبيل المثال السيد صالح المطلق يقول بان الحكومه الحاليه هي تركيبه ايرانيه بالتعاون مع الولايات المتحده الامريكيه، ويعتبر بان من سيعبئ الفراغ اليوم هو ايران، وان ايران متغلغله في مختلف مفاصل الحياه السياسيه في العراق. لماذا السيد صالح المطلق هو في الحكومه؟ لماذا هو الان شريك؟ لماذا إذا كان هذه الحكومة مشكلة من قبل إيران كيف يقبل ويكون نائبا لرئيس وزراء من حكومة مشكلة من الطرف الإيراني؟ هو ربط استقالته باستقالة رئيس الحكومة. نعم، هو ربط استقالته باستقالة رئيس الحكومة. ما هو العلاقة بهذه القضية؟ رئيس الحكومة لا يتهم هذه الحكومة بأنها حكومة إيرانية، هو الذي يتهم عليه أن يخرج من السلطة ويقول للشعب أنا خارج من هذه الحكومة لأنها حكومة إيرانية. أنا أؤكد هذه الحكومة حكومة مشروع وطني جاءت على خلاف المقاسات الأمريكية. طيب سيد حسين درويش العادلي، هل هي حكومة وطنية أم أن النفوذ الإيراني بعد الانسحاب الأمريكي سيتوسع في العراق؟ يعني أنا أصور هناك حملة شبه مبالغ فيها وما يتعلق بالنفوذ الإيراني، يجب الاعتراف بذلك. الفزاعة الإيرانية أصبحت فزاعة كونية، كل القوى الإقليمية تخوف من الفزاعة الإيرانية، ولكن إحدى أهم نتائج النظام التوافقي في أي عالم حتى في لبنان أن الدولة تتقاسمها نفوذ استراتيجيات أكبر. نعم هنالك محاولات لضم العراق للفضاء الجيوسياسي الإيراني من قبل قوى عراقية أيضا، وهناك محاولات وبقوة لضم العراق للفضاء الجيوسياسي السعودي أو التركي أو الأمريكي بشكل كامل. هناك صراع استراتيجيات لضم العراق إلى نفوذ هذه الدولة أو تلك، والصراع قائم وعلى كافة المستويات الأمني والسياسي والمخابراتي والاقتصادي ومشاكل. أنا لا أبرئ هنا جهة ولا بس يعني الحكومة الرسمية إلى من تقترب أكثر؟ أنا في تصوري الشخص السيد المالكي في ورطة كونية،
هو يريد أن يوازن، هو يريد أن يدفع عجلة البلد إلى الأمام في واقع شائك وواقع متضارب ومتقاتل على الأرض، على أرض الامتياز وأرض الثروة والسلطة. يا سيدي أخذي إحدى المؤشرات الآن، الدعوة المفاجئة لإقامة الأقاليم متزامنة مع الانسحاب الأمريكي، خلق انقسام، تعميق الانقسام المجتمعي. هناك شيعة رافضين في هذه المحافظات، رافضين فكرة الأقاليم، هناك سنة يريدون أن يقيموا الأقاليم، بعض سنة ضد مفهوم الأقاليم أو مبدأ الأقاليم. أريد أقول كل الملفات هي مطروحة في صراع الصراع الاستراتيجيات الذي يتمحور حول عنوان واحد، أي عراق يراد إنتاجه بعد عراق صدام حسين، بعد ذهاب الدكتاتورة، أي عراق يراد إنتاجه، هنا المعركة وهنا صراع الاستراتيجيات. سيد شوان، السيد حسين درويش العدلي أشار إلى نقطة مهمة بالأمس، محافظة ديالى صوتت على التحول إلى إقليم، أيضا هنالك محافظة صلاح الدين، هل نرى أن هنالك تحول بالموقف السني في البلاد، وهل هذا يعني أن العراق تحت مسمى فيدرالية أو غير ذلك سنشهد انقسام العراق إلى محافظات بعد الانسحاب الأمريكي؟ هذا السؤال موجه إلى سيدتي. نعم سيد شوان تفضل. نعم، إذا يعني خلينا نتحدث يعني بشكل عام، نحن في ائتلاف كتل الكردستانية مع إنشاء أو تشكيل أقاليم جديدة في العراق، ولكن أكثر من محافظة، لكون دستور عراقي يكفل بذلك. نحن دستور عراقي يضمن أو يأيد إنشاء أقاليم جديدة، تشكيل أقاليم جديدة، سواء كان بديالة وبصلاح الدين أو بجنوب العراق. ولكن اللي حدث في منطقة صلاح الدين تختلف عن منطقة الديالة، لكون منطقة الديالة بها بعض المشاكل، نحن نعتبرها منطقة متنازعة عليها بين أطراف سياسية في العراق بصورة عامة. وأيضا مشكلة الأقاليم أصبح مشكلة، ولكن هذا مادة دستورية. أنا أرى في هذه المسألة هنالك وجه نظرين للمسألة. نحن في اقليم يعني كردستان لدينا اقليم هنالك اقليم كردستان، اقليم مستقل نسبيا، لماذا تقول عن اقاليم اخرى تطالب ان تتحول الى محافظات اخرى، تطالب ان تحول الى اقاليم وفقا للدستور بان هنالك تعقيدات ومشكله، اليس هذا ما ينص عليه الدستور؟ نعم، الدستور العراقي واضح سيدتي بهذه المساله، هذا الامر متروك لاراده الشعب، ابناء شعبنا في المحافظات، هذا أمر دستوري يكفل بذلك. ولكن طبيعة بعض المناطق تختلف عن آخر. يعني إذا تنظر أقليم كردستان قدم نموذجا إيجابيا وجيدا، هنالك بعض المحافظات يريدون أن ينقلون هذا النموذج إلى جنوب العراق أو وسط العراق. أما هنالك مسألة الأخرى سيدتي، هنالك الشعور بغبن والتهميش والتقصير وإقصاء حق الآخرين أدى إلى ظهور فكرة تشكيل الأقاليم الأخرى في العراق. هذا المشكلة في العراق، يعني سيدتي وضع السياسي في العراق شائك ومعقد للغاية. نحن نرجع إلى مسألة أولى كما طرحها زميلي حسين درويش، نحن لدينا مشكلة لدى عدم استقرار السياسي، عدم تفاهم بين الكتل السياسية، أثر سلبيا على أداء البرلماني، على واقع القدم، على كافة المفاصل الدولة العراقية بصورة عامة. لذلك أي مشروع، أي فكرة لا تمرر بشكل يعني بسهولة في العراق، تخضع للخلافات السياسية بين حين والآخر. طيب سيد قاسم الأعرجي، هل التلويح بتحول المحافظات إلى أقاليم هو سلاح ذو حدين، يراد منه هذا ما يسمح به الدستور، ولكن يراد منه الضغط على الحكومة، ويراد منه كما يقول المالكي أن تكون هذه المحافظات أو هذه الأقاليم مكان لإيواء البعثيين؟ في البداية نحن في تيار شهيد المحاب من دعاة الفيدرالية والأقاليم، ونؤمن بذلك ونظرنا لها كثير وثبتناها مادة في الدستور، ولكن نحن ضد أي إقليم أو فيدرالية عرقية أو طائفية. هناك لدينا خشية مما الأقاليم التي حاليا الأقاليم الوسط والجنوب، نعم ليست لدينا مشكلة بإقليم وسط وجنوب، وكثير من الأخوة من السنة والصابئة والمسيح هم موجودين في الوسط والجنوب، ولكن الذين كانوا يرفضون الإقليم ويدعون إلى عدم التصويت للإقليم وعدم جعلها مادة دستورية ورفض الدستور، الآن هم يطالبون بإنشاء الأقاليم، ونحن نعتقد هنالك جهات إقليمية تدعو إلى إنشاء هكذا أقاليم بانتظار تغيير الأوضاع في سوريا وتهزيم الوحدة الوطنية في العراق، وما هو إقليم
دياله حقيقة من أهم في رأيي الشخصي من أهم أهداف هذا الإقليم هو توفير الحماية لمنظمة خلق التي يراد منها أن تخرج من العراق في نهاية هذا العام، وبإيجاد الإقليم والفيدرالية في هذه المنطقة سيكون لهم الغطاء لوجود هذه المنظمة المصنفة إرهابيا طيب. دوليا. ولكن هناك من يرى بأن هذه المحافظات يعني مغبونة ولا تستطيع أن تحقق ما تسبو إليه، وهناك الوضع الخدماتي فيها متدهور، وبالتالي هي تحاول أن تقول بأنها تريد أن تتحول إلى أقاليم من أجل أن تحقق الرقي ومن أجل أن تحقق الخدمات لمن يقيمون فيها. من حق أبناء الشعب العراقي يطالبوا بالخدمات، من حقهم. هنالك غبن، هنالك صلاحيات مشتركة بين المحافظات والحكومة الاتحادية، لابد بعض الوزارات أن تلغى، أن تحول صلاحيات المحافظات، وهذه مهمة الحكومة الاتحادية، يجب منح المحافظات صلاحيات. تقول هذه المحافظات بأنها حاولت مرارا وتكرارا ولم تستطع الحصول على ذلك، لماذا يسمح لبعض المحافظات بأن تتحول إلى أقاليم بينما يقال أن هنالك مؤامرة في محافظات أخرى؟ نحن ننظر إلى القضية من كل الجوانب. الآن لو تذهبين إلى المحافظات التي طلبت تكوين الإقليم، هل أنها استطاعت أن تصرف الميزانية المخصصة لها لعام 2011 بالكامل؟ بل هي طلبت بتدوير الأموال إلى العام القادم. ولكن المشكلة، نحن لدينا مشكلة إقليمية في المنطقة، هنالك تغييرات في سوريا يراد منها إنشاء أقاليم طائفية، هنالك مخطط أكبر لتوطين الفلسطينيين في هذه المناطق الحساسة بعزل المناطق في العراق، ونحن نخشى هنالك مخطط لتنفيذ خطة بايدن في العراق من خلال هذه الأقاليم. طيب سيد شوان، أعود إليك شوان محمد طه، يعني يسأل البعض لماذا اليوم وأنتم جزء من التحالف وأنتم جزء من هذه الحكومة، لماذا يرفض العراق اليوم مساعدة دولة تعاني من ديكتاتورية حسب ما يقولون، والعراق هو أكثر من عانى من ديكتاتورية؟ عفوا سيدتي، إذا تكرر الأسئلة ما سمعت بشكل جيد. سيد شوان هل تسمعني؟ نعم، إذا أمكن تعيدين الأسئلة. كان سؤالي لك يتعلق بلماذا يرفض العراق اليوم الوقوف إلى جانب الشعب السوري ويقف إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد بينما يعتبره الشعب السوري ديكتاتور أو طاغية، والعراق هو عانى من ذلك قبلا. نعم، مقدما أنا أتفق مع، أعتبر رأي الحكومة العراقية كان رأيا صائبا وحكيما للغاية، لكون ظرف السياسي والموقع الجغرافي للعراق لا يسمع أكثر من ذلك، مع احترامنا الشديد لإرادة أبناء شعبنا في سوريا، أبناء الشعب السوري. وأيضا يا سيدتي، الموضوع المعارضة السورية غير متماسكة لحد هذه اللحظة، هذا الأمر متروك لأبناء الشعب السوري. ولكن السيد برهم صالح حضرا على المقاطعة يخالفك الرأي، واليوم في مقابلة مع جريدة الشرق الأوسط يقول موقف إقليم كردستان واضح، نحن نرفض الدكتاتوريات ونرفض سيطرة الحزب الواحد أو الفرد، ولكن هذا موقف الحكومة الاتحادية وهي من تتولى السياسة الخارجية. نعم بكل التأكيد سيدة، أنا أعبر عن رأيي شخصي كعضو في مجلس النواب، لا أعبر عن ائتلاف كتل كردستانية أو حكومة العراقية، كان لي حق أعبر عن الرأي الشخصي، لكون سيدتي وضع العراق بها الموقع الجغرافي والظرف السياسي لا يسمح لنا أكثر من ذلك. نحن كثيرا عانينا من تدخلات الدول الجوار، إذا نحن اتخذنا بعض الأمور أيضا هذا يسبب لنا إشكالية أو إزدواجية أو سياسة الكيد بالمكيالين. نحن نطلب من دول الجوار سواء كان إيران وتركيا أو العراق عدم تدخل بشؤوننا الداخلي، وأيضا نحن ندخل بشؤون الآخرين. هذا الأمر متروك لأبناء الشعب السورية، مع كل الاحترام للأبناء الشعب ولإرادة الشعب السوري، هذا الأمر خلينا نتركه، ولكن على الحكومة العراقية، وأيضا هنالك محاولة إيجابية من قبل الحكومة العراقية للمساعي للتفاوض بين قوى المعارضة مع الحكومة السورية، وأيضا على حكومة سوريا أن يغير سياسته الدكتاتورية، يحاول أن يقوم بالإصلاحات السياسية والإدارية معا. طيب هذا ما كشف عنه وزير الخارجية العراقي عن وساطة يقوم بها العراق، ماذا بيد العراق لتقديمه سواء للمعارضة أو للسلطة من أجل يعني توفيق وجهات النظر؟
كما عفوا أسئلة موجهة إلي سيدتي. تفضل. نعم تفضل سيدي. كما تعرفين أيضا أيضا الجامعة العربية هم رحب بالمحاولة العراقية للمساعي لكي يتقارب يقرب وجهة النظر بين المعارضة والحكومة السورية والدولة السورية وحكومة سوريا بشكل عام. نحن لدينا مشاكل كثيرة يا سيدتي إذا كنا صريحين مع البعض، يعني ربما سائل يسأل يقول هل أنتم عراقيين لديكم مشاكل قليلة تبحثون عن تدخلون بشؤون الآخرين؟ نحن لدينا جملة المواضيع متعلقة بإرادة أبناء شعبنا، نحن مشاكلنا الداخلية ومشاكلنا الخارجية يكفينا، لذلك نحن تحفظنا في هذه المسألة لا تدخل بشؤون الآخرين. سيد حسين درويش العادلي، يعني البعض يستغرب موقف العراق الرسمي بعدما اتهم العراق سابقا سوريا بأنها يعني تأوي من يقومون بعمليات وتأوي البعثيين السابقين وتورد الإرهاب إلى العراق، اليوم يقف إلى جانب هذه الحكومة، ما هو تفسير ذلك؟ أنا أحب أتكلم بواقعية، أنا ما أصور هناك موقف عراقي. يعني لا يصح الحديث اليوم وإعطاء هذا العنوان أن هنالك موقف عراقي. بصراحة على الأقل الموقف الرسمي العراقي، بصراحة موقف رئيس الحكومة العراقية. بصراحة يا سيدتي هنالك موقف لإقليم كردستان، له سياسة الداخلية والخارجية الخاصة به، له رؤية، له مصالح، له إلى آخره، وهناك كتل سياسية هي التي تعبر عن رأي هذا المكون للأسف الشديد أو ذاك. أخذي اليوم أنت ملف ميناء مبارك، ماكو سياسة واحدة عراقية، هناك قوى سياسية تؤيد تصعد وهناك معمي على الموضوع، العلاقات مع إيران، العلاقات مع الأتراك، العلاقات مع السعودية وغيرها. أرجع وأؤكد بأن 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 المشكلة في العراق سواء الداخلية أو الخارجية تتعلق ببناء الدولة، ما زالوا العراقيين يا سيدتي يتحركون على أساس من كونهم مكونات وتحاول أكثر القوى المنتمية لهذه المكونات التماهي مع الاستراتيجيات الكبرى في المنطقة ومصالحها. لذلك الموقف تجاه سوريا متباين منقسم متغير، الموقف من الإيراني كذلك، الموقف من الكويتيين بنفس الدرجة. إحنا أمام مأزق حقيقي بعد 2012، عودا إلى موضوع البرنامج، بعد 2012 هنالك لحظة مصير إذا لم تجتمع الكتل العراقية والنخب العراقية على تحديد مشروع الدولة في سياسة الداخلية والخارجية، فإن مشروع الدولة في مهب الريح. طيب سيد شوان محمد طه، يعني حديث زباري عن التدويل، هل هو تحذير أم قبول بهذا الواقع؟ عفوا سيدتي ما أسمعك جيدا إذا أمكن. أكرر لك السؤال، وزير الخارجية العراقي حذر من تدويل الملف السوري، حديثه بهذا الإطار هل هو قبول بالأمر الواقع أم تحذير أم بات الأمر خيارا لا يعني مناص منه؟ يعني بالنسبة لوزارة الخارجية العراقية عبر على سياسة العراق، سياسة الخارجية للحكومة العراقية، كما تعرفين كما أشار حسين درويش وضعنا في العراق وضع شائك ومعقد للغاية، بكل التأكيد عدم تماسك بين الكتل السياسية أثر على مركز القراري في الحكومة العراقية أيضا بشكل إيجابي. ولكن إذا تحدثنا عن سياسة الوزارة الخارجية، أنا أعتبرها في هذه المرحلة سياسة الوزارة الخارجية العراقية سياسة حكيمة، يبحث عن تنمية علاقاته مع دول الجوار بدرجة أولى، وأيضا يبحث عن مستقبل علاقاته مع الدول بشكل ثنائي سواء كان دول متقدمة، دول أوروبية أو دول عربية بصورة عامة. لذلك نحن لدينا تحفظ في بعض الأمور تحدث في المنطقة. سيد قاسم الأعرج، هل يخشى العراق من انتقال عدوى الربيع العربي إليه؟ شاهدنا بعض التظاهرات في بعض أرجاء العراق. الوديع العربي بدأ من العراق، اما ما يحصل في مظاهرات في العراق او اعتصامات او تظاهرات هو المطالبه بالخدمات، وهذه مطالب. اذا كان الربيع العربي بدا من العراق، لماذا يرفض العراق حكومه الموقف الرسمي العراقي ما يحصل في سوريا اذا كان يقول العراق بانه بدايه الربيع العربي؟ نحن ضد القمع، لا للقمع،
نعم للإصلاحات، نعم لحرية الشعوب، نعم للعدالة، ولكن نستغرب الازدواجية في الموقف العربي والموقف الإقليمي من الربيع العربي الذي يتحدثون عنه، يذكرون ليبيا ومصر وتونس وسوريا ويؤكدون على سوريا، لا يذكرون البحرين، ما يحصل في البحرين أليس يوجد قتل، أن يوجد قمع، مظاهرات. طيب وهنا لما يتساءل عن ازدواجية الموقف العراقي، العراقي يؤيد الربيع العربي في مصر وتونس ولكنه يرفض الربيع العربي في سوريا، يعني نحن نريد الإصلاحات في سوريا ونؤكد على ذلك، نرفض القمع الحاصل، نرفض عملية القتل للمتظاهرين، ولكننا نخشى البديل، نعتقد أن ما يحصل في سوريا هو تدخل بعض الأطراف الموجودة في دول المنطقة من أجل تغيير الوضع في سوريا للتأثير على الوضع العراقي مستقبلا. أنتقل إلى شكل العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية سيد حسين درويش بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، كيف سيكون، ما هي الأطر التي تحكم هذه العلاقة؟ هذه إحدى أهم الإشكاليات أيضا فيما يتعلق بموقف بشكل العلاقة بين العراق وبين أمريكا، وهي مشكلة عراقية بالدرجة الرئيسية، لأنه لا يمكن الحديث عن موقف عراقي واحد يريد شكل محدد من العلاقة مع أمريكا، هناك قوة سياسية مؤثرة لا تريد أي شكل من العلاقة مع أمريكا، وهي مؤثرة في الساحة السياسية والأمنية والاجتماعية. يعني عن من تتحدث بصراحة؟ دون اسماء، أتكلم على حالة عامة. هل التيار الصدري تقصد طبعا بذلك؟ التيار الصدري لا يرى كل شكل من أشكال العلاقة مع الأمريكان، يعتبره شكل من أشكال الاحتلال، وهم صرحوا بذلك. هناك قوى سياسية. هل الرئيس المالكي رئيس الحكومة قادر على لجم هذا التيار من أجل علاقة جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ مو سؤال في سؤال، فقط يعني أوصل إلى ما أريد أن أقوله. القوى الكردية قوى علنا مرحبة بإقامة علاقات طبيعية جدا واستراتيجية مع الأمريكان، يعني الساحة العراقية منقسمة تجاه شكل العلاقة مع أمريكا. الخطاب الذي ألقاه السيد المالكي أول أمس في أمريكا كان واضح، يعني الرجل لديه رؤية صرح عنها بوضوح أن انسحاب العسكري الأمريكي ليس هو النهاية، بل هو بداية علاقات استراتيجية مفتوحة وشاملة على الصعيد السياسي والأمني والثقافي والاقتصادي والآخري. الرجل واضح في رؤيته، ولكن هل يستطيع؟ طيب هذا السؤال لك سيد شوان محمد طه. المالكي واضح في رؤيته كما يقول السيد حسين درويش العادلي، ولكن يقال بأن خلف هذا المؤتمر الصحفي بين أوباما والودية بينه وبين المالكي كان هنالك جدل، وأحد النقاط هل المالكي قادر على لجم التيار الصدري بعد الانسحاب الأمريكي من العراق؟ نعم، العراق دخل إطار اتفاق الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية في المجالات كثيرة، لكون كان مع دولة رئيس وزراء سادة الوزراء العراقيين في شتى المجالات، المجال الاقتصادي والتجاري حتى التربوي والثقافي أيضا. لذلك الحكومة العراقية ليس لديه خيار إلا اللجوء إلى تنمية العلاقات أو ينظر إلى مستقبل علاقاته الثنائي بين بلدين. نحن في وقت راهن بحاجة إلى دولة متقدمة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا معا، حتى نحن نستفاد من هذه المسألة. هنالك طبيعة العلاقة بين العراق والأمريكا لكون نحن في وقت راهن نعيش في دولة ذو سيادة كاملة، لذلك ننظر إلى المسألة وفق مصلحة العراق. أيضا هنالك مصالح مشتركة بين العراق والأمريكا، لذلك توجه حكومة العراق بهذا النحو وفق المصالح المشتركة بين بلدين. أيضا للأمريكا مصالح في المنطقة لا نخفي هذا المسألة، هذا واضح للجميع، ولكن أيضا نحن لدينا مصالح مشتركة في المجال العسكري والمعلوماتي لمكافحة الإرهاب. أيضا لدينا مصلحة للتعدين أو موضوع الطاقة، أيضا هذا المصالح متبادلة ومشتركة بين الطرفين. نحن بحاجة إلى تنمية علاقاتنا مع الدول المتقدمة، لكون نحن في العراق نعاني من مشكلة البنى التحتية، نحن بحاجة ماسة أكثر من غيرنا لإعادة المنظومة الدفاعية والاقتصادية في كافة المجالات. شكرا لك النائب شوان محمد طه عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، كما أشكر السيد قاسم الأعرجي عن التحالف الوطني والسيد حسين درويش العدلي المحلل السياسي، وشكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.